ما سمعت. شو قصتك من وش الصبح؟ كأنك مزعوج؟ نوب. نعم، شو بدك؟ الموعد اللي طلبناه إجا جوابه من أنقرة. حلو. موعدنا بكرة الساعة 2:00، بدنا نحضر الاجتماع، وكمان موعدنا مع المستشار بعد بكرة الساعة 9:00 الصبح. وبهالحالة رح ننام بأنقرة. بعرف هالشي ما بيناسبك، بس ما قدرت خبرهم إنك عريس جديد وما حتترك عروستك، وما قدرت تعمل اجتماعين بيوم واحد بدل يومين. منيح، منروح لكان. حجزت البطاقات وعم يثبتوا الحجز بالأوتيل. طيب. لتكون هالشغلة نزلت لك شهر العسل. امتى طالعين على شهر العسل؟ باخر الاسبوع. حلو. برات البلد؟ ايه. شربت قهوتك؟ انا جاي على بالي انه اطلب قهوة. بعد اذنك شرب قهوتك بمكتبك، عندي شغل مهم. تكرم عينك. سهيلة، أعطيني عدة السمبوسك من تحت. طيب. كترين الحشوة ايه تيتي؟ عجبك؟ علمناها الشحادة سبقتنا على البواب. آسفة. أمي؟ ما بدي أعزبك معي، بس فيك تطالع الصينية من الفرن لأني عم أجل؟ على عيني أمي، على عيني. هدول بشو؟ بالقرفة وبالتفاح. أعطيني 5 منهم. تفضلي دوقينا هدول، شغل اليوم. شكرا لك. صحة وعافية. لازم هيك شي غيره؟ بكفي. هاتي هاتي كمان هذا الكيك تازة. تفضلي ارتاحي لنضيفك كاسة شاي. شكرا، مستعجلة. قدي حقهم؟ بس 150. ايه بس بكفي تدفعي حقهم 100. يسلموا ايديك. تفضلي. مع السلامة مدام، الله معك. ايه بس عيدية، مو مشان نشتري ونبيع، مشان نكسبك فنجان قهوة بكاسة شاي. ان شاء الله ان شاء الله. الله معك.